إلى ذلك أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة لواء الركن علي محسن مثنى أن أبطال القوات المسلحة في وحدات المنطقة المرابطين في محور البيضاء باللواء 26 مشاميكا وفرع قوات الأمن الخاصة وفرع شرطة الدوريات وحماية الطرق تمكنوا أمس من إفشال المخططات الإجرامية التي كانت تنوي عناصر الشر والإرهاب من خلالها استهداف أمن الوطن والمواطن. وأوضح اللواء مثنى أن مآل تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية هو الفشل الذريع ولن يحقق مآربهم الخبيثة في اليمن. وكان قائد المنطقة العسكرية السابعة اطلع على جاهزية النقاط العسكرية الأمنية في نقطة عزة ومواقع السواد ونقطة الزهراء التي دارت فيها الخميس اشتباكات مع العناصر الإرهابية. كما تفقد قائد المنطقة معسكر شرطة الدورية وحماية الطرق في منطقة عوين والذي تعرض هو الآخر لعمل إرهابي.